سؤال تقليدي يا أحبابي، وجيعة في بيت من بيوت المسلمين، طلاق بعد ربع قرن، 25 سنة، أولاد يعيشون خارج البيت، لا تتكلم اللغة الإنجليزية، لا تعمل، لا تملك شيئا، ليس لها أحد من أهلها مقيم بجوارها. السؤال، خلي بالك من هذه المقدمة كلها، هل يحق لها أن تطلب حكم من المحكمة المدنية بحقوقها المدنية في هذا البلد؟ يعني تطالب بالحقوق التي تترتب على القضاء التي يرتبها القانون المدني والقضاء الوضعي في هذا البلد، أم تلتزم بالعقد الشرعي علما بأنه لا يوجد محكمة شرعية في أمريكا وعقد الزواج كان في الأردن؟ الجواب عن هذا، اتق الله حيثما كنت. أحكام المسلم، أحكام الإسلام تخاطب المسلم حيثما شرق أو غرب، مهما طوف في أرجاء الأرض، مهما شرق أو غرب، مهما اكتسب من جنسيات، مهما انتسب إلى مؤسسات أو أقام في دول، فلا يزال مسلما. ولاؤه لله ورسوله وتحاكمه الطوع الاختياري إلى الشرع المطهر، يعتقد أن الحلال ما أحله الله ورسوله، وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله، وأن الدين ما شرعه الله ورسوله. جميل، لكن ما هي حقوقها الشرعية؟ مؤخر صداقها، ونفقة عدتها، ومتعة. المتعة قد تصل إلى نفقة 5 سنوات أو تزيد، وقد قدرتها وثيقة الأزهر في مصر بنفقة 2 سنين على الأقل، وقد تقدرها جهة التحكيم الشرعية بمسكن، بدرء إيواء تقيم فيها بقية عمرها، على ما ترى جهة التحكيم الناظرة في هذه الخصومة. وعندما تقدر المتعة ينظر كم عدد سنين الزواج اللي فاتت، كم نسبة الخطأ الذي أدى إلى الطلاق عند هذا الطرف أو ذاك، هل كانت الزوجة بتعمل مع زوجها ولا لا، هل كان يمكنها أن تعمل وتركت العمل وتركت استكمال التعليم والمضي في الكارير تضحية منها لكي تكون بجوار زوجها تخدمه وترعى بيته وترعى ولده، كل الذي عناصر تستصحب. وإحنا بنقدر المتعة لهذه المرأة المفارقة أو المفارقة بالطلاق. تستطيع أن تستعدي سلطان القضاء الوضعي لإنفاذ الحق الشرعي. افترض أن معنا زوج مش راضي يدفع نفقة، والمسجد عجز عن إلزامه، نجيب له الشرطة، ما لازم الأولاد لا يأكلوا ويشربوا وتقوم حياتهم. يمكن استعداء سلطان القضاء الوضعي لإنفاذ الحق الشرعي، فإن حكم لها بأكثر من حقها فلا تستحله. وبين قوسين، ما يقضي به القضاء الوضعي من مشاطرة المرأة لزوجها نصف أمواله التي تجددت له بعد الزواج فليس من الشريعة في شيء، وهو حكم بغير ما أنزل الله، ولا يحل تموله لمجرد أن القضاء الوضعي قد قضى به، فإن الحلال ما أحله الله ورسوله، وإن الحرام ما حرمه الله ورسوله، وإن الدين ما شرعه الله ورسوله.